بدأ توافد أهلنا السوريين مقيمين في تركيا لقضاء إجازة عيد الفطر بتاريخ 21/5/2018، والدخول مستمر لغاية تاريخ 13/6/2018. بلغ عدد الوافدين حتى تاريخ اللحظة أكثر من 60,000 نسمة ما عدا الأطفال. نحن في معبر باب الهواء نقدم لهم كافة التسهيلات منذ لحظة وصولهم الحدود التركية وحتى مغادرتهم كراج معبر باب الهواء، وهي كلها بشكل مجاني.